السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم نهار كامل ان شاء الله. غادي نشوفوا الخبز اذا بغيتوها تجيكم بحال هكذا بحال ايبونج هي والملاوي كيجيو منفخين وكيجيو رائعين بلا عريك بلا عجانه بلا حتى شي حاجه. نخليكم على فيديو. والملاوي حتى هما عجناهم غير بالدقيق الفرص واحد شويه ديال الطحين كومبلي كيجيو حتيين ما كندير فيهم حتى شي حاجه. انتم تشوفوا معايا الطريقه. نتمنى لا فيديو تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساوناش بلاي لايك. كنرحب بالناس الجداد نقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو بالعجين ان شاء الله. اليوم رحنا صايمين وبغيت نشارك معكم هذا النهار كامل. خليكم معايا. كتلاحظوا كاين الدقيق كامل درت واحد الكميه نغربلها ضروري خصنا نغربلو الدقيق. صافي غادي نخدم الدقيق كومبلي. غادي ندوز ندير الدقيق الممتاز الفورس. غادي نشري واحد ربعة الخبيزات على حساب حنا بجوج الناس يمكن كنعجن لنا نهار ونهار نهار كنعجن ونهار لا باش ما نملش. يعني وما كنديرهاش في المجمد اللي كنت قلت لكم في الفيديوهات ديالي. يعني صافي المجمد ما بقيتش كندير فيه. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز حبوب درت معاه واحد طويبه السكر انتما كتلاحظوا طويبه السكر وغادي نفزقهم ونخليها حتى تساجم الخميره مع الماء. بعد ما نساجمت لي ديك الخميره مع الماء كندير واحد شويه الملحه في الدقيق وكنخلط بالاصابع ديالي. كتلاحظوا ما كنعجن ما كنعركهاش يعني ولا كنعجنها بالكف ديالي يعني هي بالاصابع. كنرش الماء وانا كنخلط حتى كنشوفها خففت لي العجينه. يعني خصها تجي خفيفه هاد العجينه ما تجيش ثقيله. صافي انتما كتشوفوا هذا هو العجين ديال الخبز. سريعه العجين. يعني الا كنتو كتعجزوا تعجنوا الخبز هذه الطريقه سهله مهله ما تمحنكمش كاع لا ماكينه لا عريك لا حتى شي حاجه. هي كتخلطوا الماء مع الدقيق والخميره وشويه الملحه وشويه السكر باش كتجي الخبز شويه محمره. صافي غادي نخليها تخمر. درتها في هذه العلبه ديال التوبيروير كنغطيها مزيان. ممكن ديروها في شي جبانيه وتغطيوها بسلوفان اولا ديك البلاستيك الغذائي. هذه هي المرحله الاولى العجين ديال الخبز. عجنتها وخليتها على جانب حتى تخمر. ودابا غادي ندوزو نصبو الحريره. الحريره راني ديجا كنت شاركتها معكم شحال من مره شاركت معكم الحريره ديالي. حريرتي حريره. خليكم على فيديو. الحريره علاش كندير فيها الخضر باش ما كنكثروش فيها الطحين اولا وما كتثقلش علينا وكتوجدي بسرعه. نتوما غتشوفوا درت الحمص درت خيزو درت البطاطا الربيع قطعتو القزبر ومعدنوس والبصله غنديرهم في هذا الخلاط يدور واحد شويه ورجع معاكم. قطعت بصله كبيره يعني وربيع قطعته كبير درت معاه الماء خلطته في هذا الخلاط الكهربائي نطحنو ليك شويه. غادي نزيدهم على هاد الحمص باش كنسرع دغيا ما نبقاش عاد كنقطع لا رقيق لا طويل. غادي ندير الماء غادي ندير التوابل ندير نص معلقه ديال سكينجبير نص معلقه ديال الخرقوم الفلفل الاسود ما نكثروش بزاف باش ما تجيناش الحراره. ثالثا نزيدو واحد شويه ديال الفلفل الاسود صافي والملحه من طبيعة الحال. معلقه ونص ديال الملحه you
صافي نخلط هذه المكونات. صافي غادي نديرها طيب. كما كتلاحظوا غادي نشد عليها ملي تصفر الكوكوط ديالي غندير لها 10 دقائق. انا صافي درت الحريره ديالي طيب. الخبزه هي مازال هي باش تكمل 10 دقائق يعني راه طالعه. شوف راه في النص باقي لها واحد شويه وندوز باش نلويها ونقرصها. راجلي شتها شويه ديال الملاوي. درت الدقيق ديال الفورس درت واحد شويه ديال الكومبلي يعني واحد شويه كما كتلاحظوا واحد شويه. غندير الملحه شويه ديال الملحه كذلك كندير واحد شويه ديال السنيده باش كيجي لنا هاد الملاوي كيجي لنا شويه حمر كيجيوش مبيضين يعني. غادي نعجنها بحال الطريقه اللي درت بالخبز. هي الملاوي كيجيو قاصحين شويه ما خصناش نخففوهم بزاف. درت الخبز ديال الاصابع انتما كتشوفوا كندخل الاصابع ديالي كنجمع العجين مع الجناب ديال الصومه لي باش ننسجم ديك الماء مع الدقيق ما يبقاليش يجيها فيها ما فيهاش الماء. هذا هو القوام يعني ما خصوش يكون جاري. صافي هي جمعت هاد العجين خلطته غير بالاصابع ديالي كي شفتو معايا ما عركتو ما حتى شي حاجه يعني وما درت فيه حتى شي حاجه يعني ما درت لا زيت لا خميره لا حتى شي حاجه يعني شويه ديال الملحه وشويه ديال السكر سنيده وخلط بالاصابع ديالي. ودابا غادي نديرو في البلاستيك الغذائي ونتركو على جانب وندوزو نشوفو الخبز راه خمرت حتى طالعه. غادي نقرص الخبز ونغطيها طلع شويه ونديرها طيب ونشوفو الحريره ديالنا. خليكم على فيديو. صافي غنفرش المنديل اللي غندير فيه ديك الخبز. الخبز كي شفتو معايا طلعت يعني التوبروير كتساعدنا دغيا كطلع الخبز فيها هانتوما شوفوا. واحد الحاجه مهمه ما نسيت ما قلتها لكمش يعني الحمص دائما خصنا نكونوا مرطبينه ودايرينه في المجمد باش ملي كنحتاجوه كنجبدوه وكان يعني الا بغينا نفسخوه نزولوا له القشره نزولوها له بغينا نخليوها بين نخليوه. وعلاش كنديروه في المجمد؟ لان ملي كنطيبوه عرفتوا دغيا كيطيب ما كيكملش 10 دقائق حتى كيطيب. الصراحه انا دائما دايره الحمص في المجمد. هذا هو اللي بقيت كنحتفظ به في المجمد اما شي لاخر كله زولته تركته. وحاجه اخرى العدس حتى هي كنفزقها ملي كنجي نصب الحريره كنفزق العدس بالماء سخون كنكون منقياها كنفزقها. هادو بجوج حوايج مهمين بزاف في الحريره. مطيشه كنقطع طريفات كنخلي لها الزريعه وكنخلي لها القشور يعني ما كنزولهاش داك القشور والزريعه وما كنديرش فيها الماء يعني هي كتطلق الماء ديالها وكنطحنها مزيان ومن بعد كنصفيوها في الصفايه. خليكم معايا. ها انتما يعني القشور والزريعه كيبقاو في الصفايه ما كيدوزلناش للحريره.
غادي نطحن هذه الخضره. هذه الخضر علاش كنديرها؟ لان باش ما كنكثروش من الطحين، لان الدقيق كيتقل كتجي الخضره كتجي خفيفه وما كتجيش المذاق الخضره نهائيا. صافي نخلطها مزيان مع ديك المعلقه ولا معلقه ونص ديال الدقيق، ندور بها الحريره. صافي هذه هي المرحله الاخيره وهي دورتها. دابا غادي ندير شويه ديال هكذا الشعريه، داك الشعريه الرقيقه دغيا كطيب. يعني الا درت المحمصه اولا الرز خصني نديرهم قبل، مي كندير الشعريه كنخليها هي التاليه. صافي كنبقى ندورها باش ما تتسقليش في قاع الطنجره، مره ندور يدي فيها. وغادي ندير المقله تسخن باش نطيب الملاوي. خليكم معايا، هي خمرت. دابا غادي نطرحها الملاويها، هما غادي نصوب جوج، غنصوبهم بالخليع وجوج بزيت العود. غادي ديشارجا ديال التليفون، خصني نمشي نديرو الشارجا. الا كفاني الوقت باش نصور معكم هاد الملاوي، الا ما كفانيش مره اخرى ان شاء الله. هاد السميده درت فيها ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، داك بيكين باودر ديال 8 غرام درتها مع هاد الكميه السميده. صافي كنسرح العجين وكندهنو بديك الزيت وكنرشوا بهاد السميده اللي فيها الخميره. سمحوا لي راني كنصور بيد يعني كنوريكم بيد وكنصور بيد. صافي نقاد هاد الرغيف كلهم وندوزو نطيبوهم. شوفوا الحجر الصحي شنو دار في الرجال، ما بغاو يعاونونا في الكوزينه. يعني الصراحه كيعاونونا. غادي يعصر لي الليمون، نتوما كتشوفوا غادي يعصر الليمون ونرجع معكم. صافي ساليت شغلي كامل، عاوني العزيز شي شويه، عصر معايا الليمون. دابا غادي نوجد المائده، غادي نفطروا في الكوزينه حيت رانا وياه. غادي نفطروا في الكوزينه نوجد المائده للفطور، خليكم معايا. صافي حطيت العصير، حطيت التمر، كاين الشريحه، كاين الملاوي، كاين الحلوه، الحلوه اللي فيها الفقاس، ديك الحلوه اللي كانت عندي واجده. الصراحه ما درتش يعني ما كثرتش، درت فطور عادي والحريره. الحريره اللي ضروريه في الفطور. هاد الملاوي اللي شاركت معكم اليوم كيشتو معايا ما فيهم لا عريك ولا مجهود لا حتى شي حاجه، كيجيو منفوخين وكيجيو فتيين وكيجيو هشاش. نتمنىكم تجربوهم. نسينا البيض، يعني ما درتوش نسيتو مابقاش ببالي. والعزيز الا ما كانش البيض في الفطور يعني ما كيكونش هو هذاك، والله ما بقى في بالنا الصراحه. لا اله الا الله محمد رسول الله، وما تقبل منا. دائما كنجيو نفطروا كنبداو بالماء والتمر، الماء والتمر. شفت الاذان؟ بسم الله. بسم الله.
صافي نكملوا فطورنا ونرجع معاكم. سالينا بالفطور، دابا غادي نمشيو نصليو والمواعن نخليهم من بعد ترتاح ونمشي نغسلهم، اولا نخليهم حتى الصباح ماشي مشكل، نفزقهم ونخليهم حتى الصباح نديرهم في لا ماشين. قبل ما نمشيو نصليو بغيت ندير معكم هاد الاطلاله باش تشوفوا الناس راهم ملتزمين في ديورهم، يعني الصراحه راهم طبقوا التعليمات وراهم يعني مابقاوش البوليس كيدوروا بزاف، الناس ديال الامن مابقاوش كيدوروا، يعني كل شيء راه ملتزم في ديارك في ديورك. كتشوفوا الدنيا خاويه بحال رمضان، الهدوء والسكينه، يعني الدنيا ساقره الحمد لله، والله يهز علينا هذا الوباء. صافي دابا غادي نجلسوا نتصنتوا الاخبار، نشوفوا شنو كاين شنو واقع، الله يسمعنا اخبار الخير. قبل ما نجلس دائما في الليل كندير واحد الكاسرونه وكندير شي اي عشبه كانت عندي موجوده كنديرها وكنبقى نبخروا بها. درت كاسرونه فيها نص سيترو ديال الماء ودرت فيها القرنفل، هاد القرنفل مهم بزاف، راني كنت حطيت ديجا واحد لا فيديو على شنو المفعول ديال القرنفل. كنستنشقوه من بعد ما كيغلي الماء وديك الريحه ديال القرنفل كنحلو فمنا وكنبقاو نستنشقوه من النيف ديالنا والفم ديالنا حتى هو خصو يدخل ديك البخار لداخل، يعني كيحيد البرد وكيعالج الصراحه وكتحسي بواحد الراحه. انا عندي تجربه والله الا كنحس بالراحه وكاع كلشي وليت كنقولها لهم كنقول لهم نديروا القرنفل كل ليله. نتوما درتو حدايا، انا كنتفرج في التلفازه ودايره ديك المجمر حدايا ديال الضوء وحاطه حدانا وكنستنشقوه. ايوا يا ربي تهز علينا هذا الوباء يا ربي، اللهم امين يا رب العالمين. صافي نبقى نبخر حتى نحس براسي صدري سخن وعاد ديك الساعه نزول هذا الشيء بالعافيه. هكذا نكون ساليت لا فيديو ديال اليوم اللي شاركت معكم فيه النهار كامل. كنا صايمين وقلت علاش لا ما نتقاسمش معكم هذا الخبيز، شحال مره كنقول نشاركها معكم وهي جات الفرصه. يعني الخبز كتجي واعره كتجي رائعه كتجي بحال القطن وكتجي منفوخه هي والملاوي. نتمنى الوصفات بجوج يعجبوكم وتطبقوهم ان شاء الله في ديوركم. وصافي هادشي اللي كاين، نتمنى ما نكونش طولت عليكم في هاد لا فيديو، نخليكم في امان الله ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم.